بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل السادة المشاهدين، ويوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم فيها حاجة حلوة. الحقيقة يعني دايما وعلى قدر المستطاع بنحاول نعمل سبوت على كل حاجة حلوة موجودة في بلدنا، ممكن تكون عينينا أخدت عليها، ولكن يعني هي موجودة بالفعل، محتاجين بس تنور قدام عينينا. كان في حاجة حلوة جامدة جدا جدا يا دكتور اليومين دول، ويمكن مؤتمر الشباب. طبعا مساء الخير أولا. أنا دايما بتنسي ده سخنة على طول يا دي. ازيك يا دي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. طبعا بنتكلم عن مؤتمر الشباب، وده من الحاجات القيمة جدا جدا اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ابدعها وموجودة، هو الحوار مع الشباب، لان مصر دولة شابة. 70% تقريبا ويمكن اكتر من كده من عدد سكانها شباب، فكان لازم يبقى في مؤتمر يجمع هؤلاء الشباب، ومنتدى كبير قوي الشباب تتكلم في راحتها باختلاف طبقاتهم. سمعت الايام اللي فاتت دي ادينا واحد بيقول والله ده المؤتمر ده بيختاروا هم فيه شباب معينه عشان يتكلم معاهم في فخامه الرئيس. الكلام ده مش حقيقي، والكلام ده اللي اتاكدته بنفسي، ومش مجرد شغل اعلامي، لا ده في سايت على النت اللي هو اسال والرئيس يجيب، وسايت كتير جدا انك بتقدمي بفكره عايزه تعرضيها او شيء عايزه تشاركي فيه، غير انه بيدي الاحزاب كلها والحركات كلها انها ترشح ناس من عندها تروح المؤتمر، غير ان اي حد ممكن يقدم، يعني سواء بقى من شباب الفلاحين، شباب العمال، شباب ده، اي حد ممكن يقدم ويخش على السايت دوت ويبتدي لو عايز يكلم الرئيس. يعني هيقول لك واحد والله اصل مش كل الناس بتعرف النت. ما خلاص، ما انت لو ما تعرفش النت يبقى خرجت بره المنظومه. يعني ومش هي يعني اعتقد لو هو محصور على ناس معينه مش هيقعد الدورات الكتير اللي بنشوفها وبننتظرها، يعني عام تلو الاخر بنشوف مجموعه من الشباب جديد عن العام اللي قبله او عن الدوره اللي قبلها. قد ايه فعلا يعني تحيه واجلال كبير جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بيهتم بالفئه العظيمه المهمه دي، هي دي الجيل المستقبل، يعني هما دول بنات الامه وبنات المجتمع، نقدر فعلا ان احنا يعني نشد بايديهم وبازرهم عشان يقدروا فعلا يقودوا الامه، يقدروا ان هم يعني فعلا ينتجوا، لان احنا شعب لازم يبقى عندنا انتاج، فازاي من غير الشباب ده؟ وخصوصا ان انا النهارده بخاطب عقلهم، بعرف فكرهم، بطلع منهم يعني نماذج موجوده ومهمه جدا، ولكن ممكن ان احنا للاسف يعني ممكن نغفل عنهم. لازم ان احنا ناخد بازر هؤلاء الشباب، وده كان الحقيقه بنشوفه من خلال طبعا المؤتمر. الحقيقه المؤتمر كان مليان فقرات كتيره، بس دلوقتي في شباب مكرمين كتير. جميل قوي، في يعني احدى المكرمين الاستاذه فرح الديباني، مش كده برضو معانا مع حضرتك؟ ايوه. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا فرح احد المشاركين في مؤتمر الشباب ومغنيه بالاوبرا، كلمينا يا فرح عن يعني مشاركتك في هذا المؤتمر، وعن يعني الجائزه اللي خدتيها من خلال هذا المؤتمر، واحساسك بايه؟ مثلا مشاركتي ما كانتش يعني حاجه انا عرفتها من قبل كده، كانت مفاجاه بالنسبه لي. جميل. انا بس هزلك تعالي صوتنا اكتر عشان يعني صوتك يبقى واضح. علي صوتي. اوكي. بقول انا المشاركه دي جت مفاجاه بالنسبه لي، ما كنتش مطبقاها خالص. ياه. وكانت بصراحه حاجه جديده خالص عليا، يعني انا مبسوطه ان 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 انا اتكرمت في مؤتمر زي ده، مؤتمر للشباب، مؤتمر مهم لمصر ومن السيد الرئيس بنفسه، وبسطت اكثر ان هو اهتم بال يعني بكذا حد في مجال الفنون. جميل. يعني مش انا بس. شاركتي ازاي يا استاذه فرح؟ أفهم؟ حضرتك شاركت ازاي في المؤتمر؟ أنا دعوني عشان أكون أحد المكرمين اللي اتكرموا في جلسة الختام امبارح. كنا 8 أشخاص بيتكرموا من السيد الرئيس، وفي نفس الوقت صورت فيلم برضو للمؤتمر اتباع في الجلسة الافتتاحية عني وعن، يعني صوروا فيلم عن كل المكرمين. جميل. فأنا شاركت برضو في الفيلم ده، جم صوروا بقى عندي في البيت في اسكندرية، أنا اسكندرانية. عملوا برومو ليكي يعني؟ بالظبط، عملوا لي برومو بالظبط، رحت صورنا في الاوبرا سيد درويش، مسرح سيد درويش في اسكندريه وعلى البحر الله. ده شيء عملنا فيلم بصراحه حلو جدا جدا، يعني حاجه مشرفه جدا. حضرتك مغنيه سوبرانو يا فندم ولا؟
اه بالظبط حضرتك. انا ميتسو زوبرانو. ميتسو زوبرانو ده نوع صوت، والزوبرانو ده برضه نوع صوت، يعني الواحد كل واحد يتولد عنده نوع صوت معين. حضرتك سوبرانو مش كده؟ انا ميتسو زوبرانو بقى. اه بالظبط. انا طبعا نادر نعرف الاستاذه منى علوبه تقريبا، نيفين علوبه. اه كانت سوبرانو بتاعت الاوبرا فعلا. هي زوبرانو بالظبط كده بتاعت الاوبرا بالظبط. هي كانت استاذتي انا، وانا يعني بداياتي خالص وانا لسه في مصر درست معاها يعني وانا لسه صغيره. جميل. حضرتك درستي في باريس تقريبا؟ لا انا درست في المانيا، عملت بكالوريوس وماجستير في الغناء، في الغناء الاوبرالي، وكمان بكالوريوس في الهندسه المعماريه. جميل. يعني جمعت بين الفنون وبين العلم. بالظبط بالظبط كده، جمعت بين الاثنين، وحتى رساله تخرجي كانت بجمع فيها بين الاثنين، ربطت الموسيقى بالهندسه المعماريه. طب انا يعني انا مشتاق طبعا ان حضرتك تكوني بعد اذن مخرجنا وطامل الاعداد انك تكوني ضيفه في حلقه من الحلقات، وتسمعينا بقى صوت السوبرانو الجميل، وتكلمينا على المزج الجميل قوي بين الفن الراقي الاوبرالي الراقي قوي والهندسه المعماريه الشاقه. يعني هي كلها فنون بس انواع مختلفه طبعاً من الفنون. بالظبط، انواع مختلفه وبيكملوا بعض، يعني حضرتك تلاقي حاجه من من الهندسه المعماريه في الموسيقى والعكس كمان. فهي فعلا كان مزج حلو قوي، يعني افادني ويعني زود معرفتي بحاجات كتير. ده ان شاء الله نعرفه باذن الله لما حضرتك تشرفينا كضيفه في الاستوديو هنا. بس السؤال الاهم، ايه اللي استفدتيه من حضورك للمؤتمر ده؟ ايه اللي ايه معلش؟ اللي حضرتك استفدتيه من مشاركتك في مؤتمر زي مؤتمر الشباب. اولا طبعا يعني كنت في اطار يعني قريب جدا من عناصر مهمه في الدوله، يعني سواء الوزراء المختلفين او السيد الرئيس بنفسه. فكنت طول الوقت يعني حضرت كذا جلسه محاكاه بين الشباب والرئيس والوزراء، او جلسه الرئيس كان بيتكلم فيها عن التحول الرقمي للدوله. فحضرت كذا جلسه يعني ثانيه، بصراحه كانوا اول مره اشوف النموذج ده في مصر، يعني بيحدث في مصر ان اشوف نموذج حوار زي ده بين الشباب والقيادات بالظبط. بالظبط، يعني حاجه جميله قوي. طبعا حاجه حلوه خالص، يعني حاجه بصراحه نادره ومميزه. يعني مش تكريمك وفي المؤتمر ده ومشاركتك ليها في، يعني تقدري يعني من خلال مشاركتك في المؤتمر ده تردي على الناس اللي بتقول انه النهارده بيختاروا ناس معينه، النهارده محصور على يعني فئه معينه، مش كل الشباب متاح ليهم التكريم ومش كل الشباب متاح ليهم المشاركه في مثل هذه المؤتمرات، تقدري تردي عليهم وتقولي لهم ايه، وخصوصا ان انت النهارده واحده من الناس اللي اتكرمت في هذا المؤتمر؟ لا طبعا الكلام ده مش صح خالص، لان احنا كنا 8 أشخاص بيتكرموا، كل واحد فينا من مجال اخر ومن فئه ثانيه من الشعب ومن دول مختلفه. احنا كنا من اسوان ومن اسكندريه ومن المنوفيه والشرقيه والقاهره، ويعني كنا من حتت مختلفه من مصر. لا طبعا الكلام ده مش صح خالص. اكيد الاختيار دايما صعب، لان اكيد في كتير يعني ناس تستحق تكريم، بس يعني الواحد ما يقدرش يعمل كل حاجه يعني طبعا. طب السؤال هنا يا استاذه فرح، طبعا حضرتك طبعا اندمجتي مع هذا الكم من الشباب، هل شعرتي انه فعلا هي مجموعه من الشباب بتعبر عن مصر بجميع طبقاتها، ولا هي طبقه واحده؟ طبعا لا، بتجمع مصر بجميع طبقاتها وجميع يعني ثقافتها وتعليمها وكل يعني كله طبعا يعني فئات مختلفة. فأنا في نفس الوقت حسيت رغم الاختلاف ده، حسيت إن كلنا كنا في نفس المكان بنفس الهدف بنفس الرسالة، ويعني كلنا مثلا كنا مجتمعين في نفس الفيلم اللي بيدي نفس الرسالة. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذه فرح مغنيه الاوبرا، وطبعا بنهنئك
بالتكريم الجميل، وان شاء الله ما يكونش اول تكريم، يبقى فيه تكريمات كتير قوي لحضرتك ولشبابنا كلنا يعني. بنشكرك. بنفرح قوي لما بنشوف شباب زي ده زي الورد جواهم حاجات حلوه كتير قوي، والنهارده السيد الرئيس بيفتح لهم المجال وبيمد لهم ايده عشان طبعاً. يبقى فيه زي ما قالت نقطه مهمه جدا سمعتها يا دكتور، وهي بتقول فيه محاكاه مباشره ما بيننا وبين كتير من القيادات النهارده اللي كان عمرنا ما نحلم نقعد قدامهم وجها لوجه ونتكلم معاهم بشكل صريح، ويبقى فيه محاكاه بكل حاجه جوانا نقدر نتكلم فيها. ومع ذلك يا دينا الناس بتبتدي يشككوا في اي حاجه حلوه للاسف. احنا البرنامج الوحيد على فكره اللي دايما بنقدم فيها حاجه حلوه، واحنا صادقين جدا. احنا ما بنلمعش حد، لان احنا مصريين في الاول في الاخر حقيقي. نقعد فاصل صغير ونرجع. يلا فاصل صغير ونرجع لكم تاني.